سلام البنات، كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة كالعادة. مرحبا بكم في قناتي صوفي هوم، ومرحبا بكم في وصفة جديدة. وصفة اليوم هي عبارة عن صابلي بجوج الأشكال، يعني بعجينة واحدة نخرجوا جوج الأشكال اللي كيجي منظرهم رائع، والمذاق كيجي لذيذ بزاف وسهلين في التحضير، وما كيكلفوش بزاف، حتى الثمن ديالهم بسيط. نفرحوا بهم الوليدات والعائله في هذا العيد الاضحى المبارك. ما نطولش عليكم وندوزوا المكونات. اول حاجه كنحتاجوا الزبده 125 غرام، انا استعملت هنايا الدق، قطعتها مربعات، من الاحسن تكون في حراره المطبخ. نتوما تقدروا تستعملوا اي زبده اخرى متوفره عندكم، ماشي بالضروره هذه اللي استعملت انا، المهم تكون مارغرين. نحتاج 100 غرام ديال السكر حبيبات او لا سكر سنيده، يعني كاس ديال الشاي كيف ما كتلاحظوا ما عامرش. نحتاج ايضا البيضه، نحتاج شويه الملحه بالطبع لتصحيح الذوق، نحتاج ايضا معلقه صغيره ديال الخميره الكيميائيه، نحتاج البودره الكاكاو ساشيه ما يعادل 7 غرام، ونحتاج ايضا ساشيه ديال سكر فاني. نحتاج ايضا الزيت، عندي هنايا ربع كاس كيف ما كتلاحظوا، والدقيق بالطبع على حسب الخليط، حتى تجمع ليا الصابلي ما بين 300 حتى 400 غرام على حسب السوائل، وعلى حسب حتى حجم البيضه. اول حاجه غنوضعوا الزبده، من الاحسن ملي تخدموا الصابلي ديالكم يعني تستعملوا هكا قصريه ولا شي اناء مسطح باش ما كتعذبكمش وكتجيكم سهله. انا غنضيف عليهم السكر حبيبات، غنضيف عليهم الملحه والسكر فاني، وغنبقى نخدمهم حتى تولي ليا كريمه اولا على شكل بوماد. داكشي اش قلت لكم، الاحسن تكون الزبده في حراره المطبخ. بعد ما اندمجت ليا الزبده والسكر حبيبات، غنضيف ليهم البيضه ونخدموهم مره اخرى. كيف ما كتلاحظوا من بعد ما اندمجوا ليا مزيان المكونات، غنضيف ليهم الزيت وغنضيف ليهم بودره الكاكاو، وغادي نعاود نخلطهم حتى يندمجوا مزيان. من بعد ما ندمجوا ليا كاع المكونات، نبدا نضيف الدقيق بالطبع بالتدريج، ما نضيفوهش مره واحده حتى تجمع لينا الصابلي ديالي كيف ما قلت من قبل. نضيف لها حتى الخميره الكيميائيه وغادي نحرك. من بعد ما تجمعات لينا الصابلي على هذا الشكل هذا، كتجي عجينه رطبه كيف ما كتلاحظوا. اهم حاجه انكم ما تعجنوهاش، يعني تحاولوا غير تجمعوها. نوضعها دابا في بلاستيكه اولا بلاستيك الغذائي على حسب شنو عندكم، وغادي نخليها ترتاح في الثلاجه لمده ديال نصف ساعه. من بعد ما خلينا الصابلي يرتاح في الثلاجه، غادي ناخذو وغادي نقسمو جوج ديال القطع، حيت كيما سبق ليا قلت انا غنستعمل جوج ديال الاشكال. الشكل اولا العجينه اللي غندير بها الشكل الثاني نحتفظ بها في الثلاجه، تنبغي نستعملها ونجبدها. الناس اللي كيقدروا يحتفظوا بهذه العجينه في المجمد المده اللي بغيتوا، يعني تقدروا تحضروها من قبل وتوجدوها وتخليوها في المجمد حتى تبغيو طيبوها. انا عندي هنا بلاستيكه اللي قطعتها اولا حليتها من الجناب، غادي نمونطي فيها الصابلي ديالي. تقدروا تستعملوا حتى ورق الطهي حتى هويا تيجي مزيان. غنحاول ندلك الصابلي، من بعد ما دلكت مزيان الصابلي كيف ما كتلاحظوا ما درتهاش رقيقه بزاف، يعني شويه، حيت عندي جوج الاشكال. اول شكل غنستعمل هذا اللي على شكل قلب، تقدروا تستعملوا اي شكل اخر ماشي بالضروره هذا اللي استعملت. اول حاجه قبل ما ندير
هاد الشكل هذا، غنرش شويه ديال الدقيق هكذا، كتساعدني باش نهز الصابلي بلا ما تمحني او بلا ما تلصق. وغادي نقلبوها على الجهه اخرى. ندير شويه ديال الدقيق في هذا المول وغادي نبدا نطبع الصابلي ديالي. ها هي كيف ما كتلاحظوا، يعني ما غليظاش وما رقيقاش في نفس الوقت باش تجينا مكرمله. غنوضعها في الصينيه اللي غادي تدخل الفرن ونكمل نفس العمليه لكاع العجينه اللي باقا عندي. بالنسبه للعجينه ديما ما نعشنوهاش، يعني نجمعوها على هذا الشكل هذا. هاد البلاستيكه صراحه كتعاون بزاف، يعني ما كتخليناش نعجنوا لاباط ديالنا وكتسهل علينا العمليه بزاف. غنعاود نفس العمليه، نحاول ندير نفس السمك ديال القليبات اللي حضرت. يعني من بعد ما دلكت العجينه ديال الصابلي غندير نفس العمليه، غنرش شويه ديال الدقيق كما سبق ليا قلت، فهي كتسهل عليا بزاف انني نهزهم بلا ما يعذبوني. كيف ما لاحظتوا من هذه الجهه كاينه هذه اللي متقوبه، فغندير نفس العمليه، غندير كل وحده كل قلب غندير له خوه وغنوضعهم في الصينيه. كيجيو على هذا الشكل هذا، تيجي منظرهم زوين بزاف. بالنسبه للصابلي اللي غادي تكون على شكل قلب فغنزينها بالكراميل، وباش نحضروا الكراميل كنحتاجوا 100 غرام ديال السكر سنيده، غادي نوضعوا في المقله اولا في شي حاجه ما كتكونش كتلصق من الاحسن باش ما يعذبكمش، ونشعل عليه في نار متوسطه حتى تبدا تعسل لي هذا السكر. ها هو ذا السكر حبيبات بدا كيذوب و تيكراميليزا، غنحركو شويه باش ما يتحرقش ليا. ديما نستعملو معلقه ديال العود باش ما يسقش لينا من الاحسن، وغادي نبقى نحرك حتى تذوب ليا سنيده. من بعد ما ذاب ليا السكر كيف ما كتلاحظوا، غادي نضيف ليه 100 غرام ديال الحليب او ما يعادل كاس ما عامرش. غنبدا نضيفو شويه بشويه، الحليب عندي هنا دافئ يعني ماشي بارد، غنضيف شويه بشويه حتى نكمل الكاس ديالي. يدوب لينا السكر عاوتاني هذا اللي تجمد عادي، يعني ماشي شي حاجه ما تخافوش منه، غير بقاو تحركوا دابا يدوب. من بعد ما داب لينا الخليط مزيان كما كتلاحظوا السكر داب والحليب يدفنا حتى هو غلا، فغادي نضيف هنايا الشوكولات الابيض ما يعادل 100 غرام او لا ما يعادل 14 قطعه، غادي نضيفهم وغادي نحرك الكراميل ديالي حتى يذوب الشوكولات. كما كتلاحظوا هو الشوكولاط بدا كيذوب، غنخليه حتى يذوب مزيان ويغلى شويه، وهكذا غادي يكون الكراميل ديالنا واجد.
دائما نبقاو نحركو. ها هو دا الصابلي، من بعد ما طاب كيف ما كتلاحظوا كيجي الشكل ديالو محمر والريحه ديالو هائله. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال التزيين ديال هاد الصابلي اللي على شكل مربع. عندي هنا شويه ديال الشوكولاط بيض اللي سبق ليا وذوبته، وعندي شويه ديال لوز ايفيلي حتى هو اللي سبق ليا وحمرته. غادي نغطسو نص ديال الصابلي على هاد الشكل هذا، نقدر نوضع شويه ديال الشوكولاط هنايا فهاد النص هذا. غادي نضيف ليه الشوكولاط بيض كيف ما عفوا نضيف ليه لوز ايفيلي. وغادي نخليه ينشف ونكمل نفس العمليه بالنسبه باقي الصابلي اللي عندي. الشكل الثاني ديال الصابلي فغادي نزينوه بالكراميل او نلصقوه بالكراميل. ها هو هذا واجد لينا. غادي نوضع شي شويه هنا الوسط، غنلصق على هذا الشكل هذا، وغنضيف الشوكولا اللي فعلى هذا الشكل هذا كيعطي منظر زوين على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. فهي عمليه سهله، غنقوم انا بنفس الشيء لكاع لي صابلي اللي باقيين عندي. الصابلي من بعد ما برد كيجي المنظر ديالو كيشهي صراحه، حتى المذاق كيجي لذيذ بزاف ومقرمش في نفس الوقت. بالنسبه للصابلي اللي على شكل قلب كيف ما كتلاحظوا داك الكراميل كيضيف ليها نكهه لذيذه بزاف ومعلقه في نفس الوقت، خصوصا ملي كنضيفوا له داك الشوكولاط الابيض. اما بالنسبه للصابلي اللي على شكل مربع فهي كتجي مقرمشه كيف ما كتلاحظوا، يعني لاباط كتجي لذيذه بزاف. حتى الكميه صراحه اللي خرجت ليا معقوله، يعني تقريبا 60 حبه اللي كلفتني 30 درهم. يعني ملي كنقول 30 درهم بالتزيين بالشوكولاط باللوز يعني صراحه كتطلع رخيصه رخيصه بزاف. كنتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتبارطاجيوها مع الاحباب ديالكم والاصحاب. وكالعاده كنفكركم اللي باقي ما اشتركش اشتراك بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس، ما تنساوش زر الاعجاب باش يوصلكم ان شاء الله كاع الجديد ديالي. والى اللقاء في وصفه جديده وعواشر مبروكه.